تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في الرابع من تشرين الأول من كل عام بعيد القديس فرانسيس الأسيزي، وبهذه المناسبة احتفلت حراسة الأراضي المقدسة للفرنسيسكان في الأردن بعيد مؤسسها القديس فرانسيس الأسيزي، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه سيادة المطران مارون اللحام النائب البطريركي اللاتيني في الأردن في كنيسة كلية تيراسانتا. وشارك في القداس المستشار في السفارة البابوية المونسنيور روبرتو كونا وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع من الرهبان والراهبات وممثلو المجموعات الكشفية والمؤسسات الكنسية. وفي عظته أشار المطران اللحام إلى صفات ماري فرانسيس وبيّن المعنى الروحي للفقر والذي كان أهم صفات القديس الأسيزي. ولأن يسوع كما يقول مار بولس أفرغ ذاته من كل شيء ملأه الله من كل شيء. يقول مار بولس يسوع أخلى ذاته، لذلك رفعه الله وأعطاه الاسم الذي يفوق جميع الأسماء. إذن على هذا الأساس نبني ونفهم فقر الإنسان المكرس، الراهب المكرس. فقر المكرس هو أولاً وآخراً استعداد جذري وكامل للعطاء. إذن ليس معنى الفقر أنا لا أملك شيئاً، معنى الفقر أنا أهب أعطي كل ما أملك. أيها الإخوة والأخوات، نحن هنا في دير لأبناء مار فرانسيس الفقير. لا يغركم جمال الكنيسة وزينة الهيكل، ليس هذا غنى بل فقر. فقر لأن أرباب هذا البيت قبلوا ذلك من الله كهبة ويعطوه للآخرين بفرح ويشاركون الجميع فيه. هذا هو الفقر. وفي كلمة للأب رشيد مستريح مدير كلية تيراسانتا قال فيها: إن الاحتفال بعيد مار فرانسيس هو عيد الرهبنة بكل مكان، وهو سبب فرح لأنه هو الأب ونحن الأبناء. بردنا وبرجعنا في هاليوم لأصول ولجذور حياتنا الرهبانية، وبيملأ أيضا قلبنا بالفرح لأنه بيذكرنا في أيامنا الأولى في دعوتنا الأولى لما حسينا أنه بدنا نكون رهبان وكهني، وندوراتنا البدائية والندور الدائمة، فهو سبب فرح كتير كبير. والفرح هذا بيزداد في حضوركم ووجودكم معنا أحبائي. ورفع التقادم بخشوع علانية الخليقة جمعا والعائلة والرهبان، والتي حملها أبناء الرعية وعائلات مسيحية مهجرة من العراق. وفي ختام الاحتفال تبادل الحضور التهاني والصور التذكارية مع أصحاب السيادة والأباء الكهنة والإخوة الرهبان والراهبات.